ومشاهدينا للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد ربيع الديهي الباحث في العلاقات الدولية. دكتور محمد، القمة العربية الإسلامية بالأمس جاءت امتدادا لقمة القاهرة للسلام التي عقدت عقب التصعيد مباشرة، وخلالها يعني أعاد التأكيد من قبل الرئيس السيسي للموقف مصر بشأن الإدانة للاستهداف والقتل والترويع لجميع المدنيين وضرورة وقف إطلاق النار. كيف ترى الجهود المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية، وإلى أي مدى وصلت رسالة مصر وموقفها الثابت برفض تهجير الفلسطينيين إلى العالم؟ خلينا يعني تحياتي لحضرتك اولا وللساده المشاهدين الكرام. في الواقع ان كنا سنتحدث عن كيف نرى موقف مصر او الجهود المصريه، الجهود المصريه باتت واضحه للجميع من خلال بيان القمه العربيه الاسلاميه في الرياض، والتي طالبت او اكدت على دعم الموقف المصري والجهود المصريه من اجل حل القضيه الفلسطينيه حلا عاجلا. وهذا الدعم يأتي من خلال تأكد أو المصداقية أو مصداقية الدور المصري في دعم الأشقاء في فلسطين والبحث عن حلول سلمية وسياسية لإقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل 67. أيضا النقطة المهمة هنا أو هذا الدور اتضح بصورة كبيرة أو برز في في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تمكنت مصر وأطراف عربية أخرى بإقناع أكثر من 120 دولة حول العالم للتصويت لصالح قرار لإدانة دولة الاحتلال على الجرائم الإنسانية وعلى جرائمها في قطاع غزة. الدور المصري هو دور يعني رائد ومعروف لدى الجميع وليس عليه غبار، سواء بشأن القضية الفلسطينية أو القضايا الأخرى الإقليمية. مصر باتت تلعب دور محوري على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي من أجل حل قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والبحث عن حلول ترضي كافة الأطراف وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني. أيضا النقطة الهامة هنا هو أن حتى البيان الذي خرج من القمة العربية الإسلامية هو تأكيد على الرؤية المصرية وعلى توجهات الدولة المصرية في يعني في سياستها الخارجيه باتجاه القضيه الفلسطينيه. واسمحي هنا ان نتحدث ان الدوله المصريه كانت سباقه بالتحذير اكثر من مره من خلال المحافل الدوليه، من خلال اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده والتي تعقد كل عام في شهر سبتمبر، ومن خلال كلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان دائما ينادي بضروره ايجاد حل عادل للقضيه الفلسطينيه واقامه دوله فلسطينيه على حدود ما قبل 67 والالتزام بقرارات الشرعيه الدوليه. اذا هناك كان هناك رؤيه مصريه بضروره ايجاد هذا الحل، وهذا الحل كانت تسعى مصر على مر السنوات ومن خلال السنوات الماضيه ومنذ قدوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم هذا الحل بصور عديده جدا، منها الاداه الدبلوماسيه، منها اتصالات مكثفه على صعيد القيادة أو كما نسميه قيادة القمة أو دور قيادة القمة في هذه الأمر كان. ومع ذلك يعني ومع ذلك دكتور، يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على القطاع، والأمر اللافت استهدافه للمنشآت الصحية. الرأي العام العالمي على صعيد الشعبي بدأ يطالب بوقف هذه الجرائم الإنسانية، لكن على المستوى الرسمي في رأيك إلى أي مدى يمكن أن يظل المجتمع الدولي صامتا أمام استهداف المستشفيات وخروجها الآن عن الخدمة؟ لا، في اعتقاد الرأي العام الدولي بات الآن لديه يقظة كبيرة اتجاه الأحداث في غزة، وباتت هناك رأي عام دولي مشكل ومساند لغزة، ولكن من يعرقل هذا الرأي أو من لم يرغب في الاستجابة لهذا الرأي هي قيادات بعض الدول الغربية، ولكن هم الآن بدأوا يرضخون لهذا الرأي بصورة أو بأخرى وبأشكال عدة. يعني شاهدنا مثلا على سبيل المثال الرئيس الفرنسي وهو يتحدث عن وقف الدعم المشروط لدولة الاحتلال وضرورة إيجاد أو وقف إطلاق النار والبحث عن هدنة إنسانية في غزة. شاهدنا أيضا في دول أخرى أو منها الولايات المتحدة مظاهرات وانقسامات داخل حتى الأحزاب في الأحزاب الرئيسية في الولايات المتحدة بشأن القضية الفلسطينية ومطالب بوقف الدعم اللامحدود من أجل المقدم لدولة الاحتلال.
نعم عفوا، ولكن في نهاية الأمر هناك تغير. نعم سيحدث تغير، يعني اسمحي الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية في الفلسطينية أدت أو أعطت مزيد من المساحة والمرونة للقيادات العربية لبحث عن حلول وأعطت فرص للقضية الفلسطينية. أشكرك. الآن بات هناك فرصة رئيسية أو فرصة هامة للقضية الفلسطينية. مصر تتولى إدارة هذه الفرصة لدعم حق الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية من أجل تحقيق السلام الشامل في المنطقة العربية وفي العالم العربي وفي الشرق الأوسط. أشكرك دكتور محمد ربيع ديهي، الباحث في العلاقات الدولية.